وخلال اتصال هاتفي سابق من البرازيل اكدت سعاده السيده زينب عبد الامير عضو مجلس النواب ان زياره وفد مجلس النواب الى جمهوريه البرازيل الاتحاديه بمناسبه مرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسيه وايمانا للدور البرلماني وتفعيله لتعزيز اليه التعاون بين البلدين الصديقين تأتي زيارة وفد مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم إلى مجلس النواب بجمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة اليوبيل الذهبي لمرور خمسين عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية البرازيل الاتحادية ومملكة البحرين، وذلك إيمانًا وتفعيلًا للدور الدبلوماسي البرلماني وتعزيز آليات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، بلا شك أن دور وإسهامات الدبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون مع مجالس الدول الصديقة في كافه المسارات التنمويه ياتي انطلاقا من الرؤيه الملكيه الساميه حيث تم بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات البرلمانيه بين المجلسين وخلال اللقاء تم التاكيد على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين بفضل رعايه القياده الحكيمه